أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مدرسة على الهواء، وحلقة جديدة من حلقات الجيولوجيا. معانا الأستاذ سمير فؤاد، بنرحب بيه. أهلا بيك يا أستاذ سمير، اهلا بنرحب بيك. اهلا بيك استاذ جورج، برحب بيكم ولادي وبناتي طلبه الثانويه العامه. احنا الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن المعادن، وقلنا كده في آخر الحلقة هنراجعها كده سوا مع بعض. آخر جزء قلناه، قلنا الشق الأساسي في تعريف المعدن، نشوفه كده سوا مع بعض على الشاشة. الشق الأساسي في تعريف المعدن هو مادة متبلرة يتحكم النظام البلوري لها في الشكل البلوري لها وشكل المعدن نفسه كمان وخصائصه الطبيعية من لون وصلابة وانفصام ومكسر، وأيضا في الخصائص الكيميائية. يبقى ده الشكل البلوري بيتحكم في الشكل الخارجي للتركيب للمعدن، وبيتحكم في كل الخصائص اللي موجودة. عندنا هنا سؤال دلوقتي، السؤال ده بيقول لي كيف يتكون الهيكل البنائي للمعدن؟ التركيب البلوري للمعادن عبارة عن الهيكل البنائي ده للمعدن. فبنقول دلوقتي السؤال اللي احنا هنبدأ بيه حلقتنا النهاردة، كيف يتكون الهيكل البنائي للمعدن؟ نسأل كده الأستاذ سمير، كيف تكون الهيكل البنائي للمعدن؟ زي ما حضرتك قلت كده ان الهيكل البنائي او شكل المعدن عبارة عن مادة متبلرة. لما نيجي نعرف المعدن، الشق الأساسي في تعريف المعدن هو مادة متبلرة. متبلرة يعني جاية من مجموعة بلورات، حصل كانت مادة منصهرة وحصلها عملية تبلر أو تبلور. لما حصل عملية التبلر دي راحت مدياني هيكل بنائي. لما نيجي نشوف إيه هو الهيكل البنائي للمعدن، عبارة عن ترتيب ذرات المعدن. بتترتب ذرات المعدن في شكل منتظم. الشكل المنتظم ده بيبقى عبارة عن مجموعة من العناصر جوه المعدن بتترتب ترتيب منتظم ومتناسق. هنا بتبدأ تكون حاجة اسمها الشكل البلوري. يبقى نقدر نقول ان من الهيكل البنائي للمعدن بينتج ما يسمى بالشكل البلوري. يبقى معنى كده ان ذرات المعدن والعناصر داخل المعدن بتترتب بشكل معين اللي هو ترتيب منتظم ومتناسق، بيكون في النهاية الشكل البلوري للمعدن. اذا الشكل البلوري للمعدن هو، ايوه نفس الكلام اللي قلناه بقى، عبارة عن ايه الشكل البلوري للمعدن؟ عبارة عن هيكل بنائي. طيب الهيكل البنائي ده بينتج من ايه؟ بينتج من ترتيب ذرات المعدن او عناصر المعدن داخل هذا المعدن ترتيب منتظم ومتناسق. يبقى نقدر نقول عندي دلوقتي حاجتين، عندي هيكل بنائي للمعدن وعندي شكل بلوري للمعدن. لما بتترتب ذرات المعدن في ترتيب معين، ترتيب منتظم ومتناسق، بيكون لي الشكل البلوري. يبقى الشكل البلوري هو الشكل الناتج من ايه؟ من ترتيب ذرات عناصر المعدن في شكل منتظم ومتناسق. هنا يبقى انا عرفت دلوقتي تعريفين. خدوا بالكم الجزء ده فيه مجموعه من التعريفات محتاجين نفهمها علشان نقدر نحفظها، علشان ناخد الدرجه كامله لازم يكون الكلام منتظم والكلام سليم. هيكل بنائي ناتج من ترتيب ذرات المعدن، ترتيب متناسق ومنتظم، يكون الشكل البلوري. يبقى معنى كده الشكل البلوري اللي هو الناتج من ترتيب ذرات وعناصر المعدن في شكل معين. إذن من الكلام ده أقدر أدي تعريف للبلورة يا أستاذ سمير؟ تمام. أقول البلورة هي، هبص لاقي البلورة اللي اتكونت معانا عبارة عن إيه؟ هيكل المعدن راح مكون لي البلورة. يبقى لما اجي اعرف البلورة اقول البلورة هي جسم، الجسم ده ايه؟ هندسي.
لانها تكونت من ترتيب منتظم وتناسق. مصمت يعني مش مجوف، مقفول من كل الاتجاهات، لها اسطح. الاسطح دي بتكون خارجيه، خلي بالكم من الاسطح الخارجيه دي، مستويه تعرف باسم ايه على طول، الاقي ليها اسم تعرف باسم الاوجه البلوريه. يبقى انا عندي هنا البلوره عباره عن جسم هندسي، الجسم ده مصمت ليها سطح ومجموعه من الاسطح الخارجيه المستويه اللي بتديني الاوجه البلوريه. تمام، يبقى زي ما خدنا كده بالترتيب بتاع السلايدات اللي فاتت، هاخد هنا اخر حاجه برضو واديها كده تعريف. اذا الاوجه البلوريه هي، تمام، نرجع للاوجه البلوريه. عباره عن ايه الاوجه البلوريه؟ احنا قلنا ايه هي البلوره؟ جسم هندسي مصمت ناتج من ترتيب العناصر، بيدي حاجه اسمها اسطح خارجيه. يبقى احنا جاوبنا، يبقى نقدر نقول ايه هي بقى الاوجه البلوريه. الاوجه البلوريه عباره عن، لما نيجي نعرفها هنا كده مع بعض، الاوجه البلوريه عباره عن ايه؟ الاوجه البلوريه هي الاسطح. طب هي فين؟ اللي هي الخارجيه، وضعها ايه؟ افتكر معايا كده، المستويه، لان قلنا الاسطح مستويه للبلورة. يبقى ايه هو السطح الخارجي المستوي للبلورة؟ على طول هتقول لي هو الاوجه البلورية. وخلي بالك ان دي بتيجي كتير جدا، وضع سؤال مصطلح، اكتب المصطلح العلمي زي ما واضح قدامك، الاسطح الخارجية المستوية للبلورة، على طول هلاقيها هي مين؟ هي الاوجه البلورية. يبقى البلورة عبارة عن ترتيب ذرات المعدن بشكل هندسي معين، ولهذه البلورة أسطح خارجية بنسميها الأوجه البلورية. نشوف كده مثال للكلام اللي احنا قلناه ده من بعض المعادن اللي موجودة. المثال بتاعنا عندنا مثال واضح وسهل جدا، معدن الهالايت. أيوة، الهالايت اللي هو كلوريد الصوديوم او الملح الصخري. ده مثال واضح جدا، الاقيه عباره عن ملح اتكون او معدن اتكون من اتحاد ايونات الصوديوم، انتوا عارفين طبعا ايونات الصوديوم موجبه، مع ايونات الكلور السالبه. هنا بدا يتكون نظام بلوري، النظام ده مميز للمعدن ده، ولو هناخد بالنا كده من الاشكال هنلاقيه واخد شكل مكعب. يبقى ناخد بالنا لما ترتبت ذرات معدن الصوديوم اللي هي الموجبة مع عنصر الكلور السالبة، يبقى عناصر وذرات المعادن بدأت تتجمع مع بعض، صوديوم، أيونات صوديوم، أيونات الصوديوم موجبة مع أيونات الكلور السالبة بطريقة معينة وترتيب معين، راح اداني معدن الهالايت اللي هو مثال واضح جدا للمعادن اللي واخده شكل مكعب. يبقى هنا ترتيب الذرات اترتب في شكل هندسي معين في صوره شكل مكعب، وهو ما يميز بلوره معدن الهالايت. نتيجه اتحاد ايونات الصوديوم، ايونات الصوديوم الموجبه مع ايونات الكلور السالبه في شكل هندسي معين. أيوة، في صوره مكعب اداني المعدن اللي هو بلوره الهالايت او البلوره مكعبه الشكل. معانا كده شكل لمعدن بلوره معدن الهالايت، ادي دي معانا نشوفها كده مع بعض، دي بلورات معدن الهالايت، ده معدن الهالايت هو ده، شايفين كده، دي شكل طبيعي للاشكال الخارجيه للبلوره. معانا برضو شكل تاني اهو، برضو بعض المكعبات بيبقى لها حجم صغير وبعدها حجم كبير، هنشوف كده دي بعض البلورات اللي هي حجمها كبير، شايفين الانسان اللي واقف جنبها، البلورات هنا كبيره، اما الصورتين اللي فاتوا فكانت البلورات اصغر شويه. طيب ده
تكوين البلورة عايزين نشوف حاجة اسمها الأنظمة البلورية. يعني البلورة دي شكل مكعب، ده شكل متوازي مستطيلات، ده شكل سداسي، ده شكل أشكال مختلفة. الأشكال المختلفة دي هي اللي احنا بنسميها الأنظمة البلورية. نشوف يا ترى ازاي الأنظمة البلورية دي بتتكون. يبقى لما نشوف كده سوا مع بعض، الأنظمة البلورية بنقول تنقسم بلورات المعادن إلى عدة مجموعات، كل مجموعة هنا أو جزء بنسميه فصائل أو بنسميها أنظمة. يبقى إلى عدة فصائل أو أنظمة بلورية مختلفة. ندرس كده مع بعض هذه الفصائل والأنظمة البلورية المختلفة ونشوف أنواعها. بس في حتة هنا برضو نخلي بالنا منها، على أي أساس بيتم تقسيم الفصائل؟ ده السؤال اللي بعد كده بقى. احنا بنحدد الفصائل بناء على ايه؟ في عندي محاور وفي زوايا زي ما هنشوفها. من خلال المحاور والزوايا اقدر احدد الفصائل اللي احنا هنتكلم عنها. يبقى يعتمد هذا التقسيم على اول حاجة، ايوه استاذ سمير، اطوال المحاور البلورية اللي احنا بنديها رموز A و B و C. يبقى اول حاجة في هذا التقسيم للبلورات الى فصائل او مجموعات، اول حاجة اطوال المحاور. نقدر نحدد اطوال المحاور بشكل كده بسيط. لو احنا قلنا ادي محور وادي محور وادي محور، يبقى انا عندي هنا ثلاث محاور. يعني الاتجاهات الثلاثه في الفراغ. أيوة. الاتجاهات الثلاثه في الفضاء وفي الفراغ بلاقيهم بيبدا هنا تنمو البلورات. يعني هقول ان ده محور A وده محور B وده محور C. الثلاث محاور دول اللي هي بتنمو من خلالهم او بتنمو فيهم البلورات بعده اشكال حسب انواع الفصائل اللي احنا هنتكلم عنها. يبقى انا عندي هنا ثلاث محاور مع ثلاث زوايا. يبقى النقطة الثانية هنشوفها كده سوا مع بعض اللي هي الزوايا بين هذه المحاور. يبقى أول نقطة أطوال المحاور، ثاني نقطة الزوايا بين هذه المحاور. نشوف بقى الزوايا. احنا رمزنا للمحاور بالرمز A و B و C. المحاور دي موجود ما بينها زوايا. الزوايا عبارة عن ألفا وبيتا وجاما. طيب نحدد بقى فين الزوايا. أنا هكتب هنا كده أدي ألفا وأدي بيتا وأدي جاما، أو نعملها كده أدي جاما. ألفا وبيتا وجاما التلات زوايا اللي موجودين معايا. بخلي بالي ما بين الـ A والـ B مش موجود الجاما، يبقى احط الزاوية دي اللي هي زاوية جاما. ادي زاوية اللي موجودة. ما بين البي والسي مش موجود زاوية، يبقى انا احط هنا زاوية الفا. ما بين الاي والسي هحط الزاوية اللي هي بيتا. يبقى لو خدت بالك ما بين الاي والبي بحط جاما، وما بين البي والسي زاوية ألفا اللي هي مش موجودة، ما بين السي والاي بحط بي اللي هي زاوية بيتا اللي هي مش موجودة. يبقى أنا عندي هنا بقسم العناصر أو بقسم الفصائل والأنظمة البلورية حسب حاجتين، حسب المحاور البلورية اللي هي ألفا وإي وبي وسي، والزوايا اللي موجودة ما بينهم اللي هي ألفا وبيتا وجاما. هنشوف كده مع بعض النموذج لبعض البلورات. ترتيب الذرات هنا بيترتب زي ما قلنا بشكل هندسي معين حسب نوع البلورة. فأدي مثال لبعض الذرات مترتبة بشكل هندسي معين اهي، ادتني في الآخر زي ما احنا شايفين شكل المكعب. وطبعا الشكل ده هيختلف بعد كده لما هنشوف في انواع البلورات اللي بعد كده.
ولو جبنا كده مثال تاني للمحاور، ادي المحاور اللي هي في الاتجاهات، المحاور الثلاثة للفراغ، وبنحطها كده، يبقى ادي الشكل البلوري مثلا لبلورة المكعب والمحاور اللي جواها اهي كده. ادي المحور رأسي وادي محور افقي كده بالشكل ده، وادي محور افقي برضو بس بالشكل ده. فده اللي هو المحور سي، ده المحور بي، وده المحور اي. احنا قلنا بتعتمد الشكل بتاع البلورة على اطوال المحاور، فلو شفنا كده المحاور دي اطوالها، هل المحاور التلاتة دي قد بعض ولا مختلفة؟ يبقى ادي معنى كلمة اطوال المحاور. النقطة التانية قلنا الزوايا بين هذه المحاور، هل الزاوية ما بين المحور ده والمحور ده شكلها ايه؟ هل هي قائمة؟ هل هي بالشكل ده؟ هل هي بالشكل ده؟ فده بالظبط اللي بيحصل اثناء تكوين البلورة، بيعتمد على اطوال المحاور، المحاور دي يا ترى قد بعض ولا مختلفة في الطول، والزوايا اهي اللي ما بين المحاور، الزوايا دي هل هي زوايا كده ولا منفرجة ولا حادة ولا قائمة، حسب ايه الزاوية اللي موجودة ما بين كل محور. فده شكل تخطيطي كده لطريقة التكوين وطريقة تراص الذرات في شكل هندسي معين، وقلنا ده مثال لبعض انواع من الذرات المكعب. هنشوفها كده مع بعض برضو في الرسمة معانا، هنشوفها في الرسمة مع بعض زي ما شفنا اهي، نشوفها كده في الرسمة معانا على الشاشة. ادي اطوال المحاور، ادي اطوال المحاور معانا، واضح ايه؟ ايوه المحاور عندنا اهي شايفينها، دي الرسمة بقى، المحاور هنا محور ادي بي، وادي المحور A اللي هو كان قصادنا، والمحور C اهو، ادي المحور C، وادي المحور B، وادي المحور A. يبقى ادي المحاور، وزي ما احنا شايفين هنا ممكن يبقى المحاور الثلاثة متساوية او مختلفة في الاطوال، وادي الزوايا اللي ما بين المحاور، يعني الزاوية ما بين المحور ده والمحور ده، او ده وده، او ده وده، وهكذا، اللي هي الالفا والبيتا والجاما. فده ما يعتمد عليه تكوين الشكل الهندسي للبلورة، أطوال المحاور، ثانيا إيه الزوايا ما بين هذه المحاور. نشوف كده مع بعض بقى على أساس هذا التقسيم أنواع البلورات اللي موجودة عندنا. تمام. أول حاجة عندي النظام المكعب. النظام المكعبي على طول بيتكون نتيجة ايه؟ احنا زي ما اتفقنا قلنا عندنا ثلاث محاور وثلاث زوايا. بلاقي دايما النظام المكعبي البلوعة بتاعته بتشتمل على ايه؟ تشتمل على ثلاث محاور. الثلاث محاور الاساسية اللي موجودة عندي متساوية، خد بالك. يعني ايه متساوية؟ يعني اطوالها قد بعض، يبقى نقدر نقول انها متساوية في الطول ومتعامدة في الزوايا. يعني زي ما سمعنا من حضرتك يا استاذ جورج ان الزوايا بتاعتها بتبقى متعامدة. يبقى لما يجي يقول لي النظام المكعبي ايه هو تعريفه او شكله ازاي، هلاقي النظام المكعبي عبارة عن ثلاث محاور أطوالها متساوية، والمحاور اللي أطوالها متساوية ألاقي فيها الزوايا بتاعتها متعامدة. اللي أنا بلاحظه بقى هنا نعرفه بقى كده، أيوة مع بعض. اللي أنا بلاحظه هنا إن النظام المكعبي بتشتمل هذه البلوعة على ثلاث محاور بلورية متساوية في الطول، يعني محاورها متساوية. دي أول شرط لتكوين النظام المكعبي، ثلاث محاور متساويه في الطول ومتعامده في الزوايا. والشرط الثاني متعامده في الزوايا. اخلي بالي ان بيتميز النظام ده بانه بيحتوي على اكبر قدر من النظام
بلوري. يعني ايه بيحتوي على اكبر قدر من النظام تماثل البلوري؟ يعني بيحتوي على نسبه كبيره جدا من التماثل. ما هو شكل مكعب. يعني ايه شكل مكعب؟ يعني لو حبينا ان احنا نرسم ببساطه جدا الشكل المكعب عشان نبقى فاهمين الشكل ده جه ازاي، ادي عندي محور وليكن طوله قد كده، والمحور الثاني طوله قده بالظبط، والمحور الثالث طوله كده. لما اجي اكمل الشكل المكعب ده ادي اهو، باخد بالي بلاقي ان كل المحاور اطوالها قد بعض. يعني لو في مسطره هتلاقي المحور ده قد المحور ده قد المحور ده. طب الزوايا هنا احنا بنقول زوايا متعامده، هلاقي الزاويه دي قد الزاويه دي قد الزاويه دي. الشكل اللي نتج هنا احنا بنقول يحتوي على اكبر قدر من عناصر التماثل او التماثل البلوري. المحاور دي كلها قد بعض، يعني انا لو قست ده كل المحاور هلاقيها كلها اطوالها متساويه. هنا بقى بيتميز النظام المكعبي بانه بيحتوي على اكبر قدر من النظام البلوري او التماثل البلوري. ليه؟ وده سؤال مهم، لانه بيحتوي على محاور اطوالها قد بعض وزواياها متعامده. ده اللي هو الشكل الاول اللي موجود عندنا. يبقى كده لو شفنا تاني مع بعض بنقول ان النظام المكعبي بيشمل على حاجتين مهمين، التلات محاور متساويه، عشان كده احنا قلنا A1 بيساوي A2 بيساوي A3، يعني لانهم كلهم متساويين فانا مش هسمي A و B و C. ما دام كلهم متساويين يبقى بسمي حرف واحد اللي هو A1 بيساوي A2 بيساوي A3. وهنا برضو هنشوف ان الزوايا زاوية الفا تساوي زاوية بيتا تساوي زاوية جاما، عبارة هنا الزاوية 90، فهنا الزوايا متساوية قائمة. نشوف كده مع بعض الرسمة زي ما رسمها لنا الأستاذ سمير. هنا شكل مكعب أهو، وآدي المحاور اللي هي A1 بتساوي A2 تساوي A3، أو المحاور متساوية. فنتيجة إن المحاور متساوية بيديني الشكل المكعبي، وهنا الزوايا أيضا متساوية، وعبارة عن هنا زاوية مقدارها 90 درجة، كل الزوايا هنا مقدارها 90 درجة، يبقى ده الشكل الأول اللي اسمه النظام المكعبي. نشوف كده مع بعض الشكل الثاني من الأنظمة البلورية. ايوه استاذ سمير، ايه هو الشكل الثاني؟ النظام المعيني القائم. يعني ايه نظام معيني قائم؟ يعني احنا اتفقنا ان في ثلاث محاور، الاقي فيه ثلاث محاور لكن وضعهم هنا ايه؟ الثلاث محاور دي منهم مختلفة الاطوال، لكن اخلي بالي ان الزوايا متعامدة. ولما نقول الزوايا متعامدة يعني الزوايا متساوية. طيب يعني ايه المحاور مختلفة في الاطوال؟ يعني بص الاقي في محور واخد الشكل الحجم ده الطول ده، محور واخد الطول ده، محور واخد اطول. لما اجي اكمل الشكل بتاعي هكمل كده، وزي ما هنشوفها دلوقتي شكل مجسم بتنزل كده، يبقى هنا في الحالة دي بقول ان في عندي ثلاث محاور غير متساوية. المحور ده لا يتساوى مع المحور ده، لا يتساوى مع المحور الثالث. يبقى الثلاث محاور اللي موجودين في النظام المعين القائم مختلفة الأطوال والزوايا بتكون متعامدة. ده اللي هو الشكل الثاني. يبقى نقدر نقول ان A لا تتساوى مع B، لا تتساوى مع C، ولكن الزوايا بتكون متعامدة زي ما احنا متفقين. يبقى ده الشكل الثاني. احنا شفنا الشكل الاول عبارة عن ثلاث محاور متساوية والزوايا كمان نفسها متساوية وبتبقى في صورة زاوية قائمة. طيب الشكل الثاني، الشكل الثاني هنا سمعنا انه التلات محاور مش متساوية، يعني أطوال المحاور هنا مش متساوية. فيعني لو شفنا كده هنا
لو قلنا ان المحاور مش متساوية، يعني لو وصلنا مثلا في جزء كده من ده هيبقى الطول ده غير الطول ده غير الطول ده، يعني المحاور دي المحاور دي مش متساوية، مش متساوية الطول. يبقى دي اول شرط في النوع الثاني من هذه البلورات، ان المحاور غير متساوية. الزوايا زي ما هنشوف كده مع الشكل، تعال نشوف كده على الشكل اللي معانا. الشكل اللي معانا اهو اهو، هنا الاطوال مش متساوية اهو، ان A لا تساوي B لا تساوي C، ان اهو المحور ده ما بيساويش المحور ده ما بيساويش المحور ده. يبقى دي اول شرط، الثلاث محاور غير متساوية. اما الزوايا زي ما احنا شايفين هنا في المحاور اهي، الزوايا متساوية وكلها لغاية دلوقتي 90 درجة. خلي بالنا من النقطة دي، انها لغاية دلوقتي 90 درجة، يبقى متساوية في صورة انها 90 درجة. يبقى ده الشكل الثاني من اشكال الانظمة البلورية. نشوف كده مع بعض الشكل الثالث. الشكل الثالث اللي عندنا اللي هو النظام الرباعي. يعني ايه النظام الرباعي؟ لما نيجي نعرف النظام الرباعي ونخلي بالنا من التعريفات دي كلها مطلوبة مننا جدا. بتشتمل هنا البلورة على ثلاث محاور، خد بالك انا بركز على ثلاث محاور، اللي هو محور A ومحور B ومحور C. ثلاث محاور دي متعامدة، الاقي منها محوران متساويان والثالث يختلف في الطول. طب ووضع الزوايا هنا طبعا هتبقى الزوايا متعامدة. يعني ايه محورين قد بعض والثالث مختلف؟ لو انا جيت رسمت ادي محور وليكن 2 سنتي مثلا وده 2 سنتي، هيبقى ده كده المحور الثالث اللي هو يبقى شكله مختلف. يبقى الشكل المجسم بتاعنا لو انا ركزت كده هتلاقي الاطوال غير متساوية. هلاقي هنا محورين قد بعض زي ما قلنا، المحور ده يتساوى مع المحور ده لكن لا يتساوى مع المحور الثالث. يبقى انا عندي هنا ثلاث محاور، A يتساوى مع B ولكن A و B لا يتساوى مع المحور C. يبقى ده النوع الثالث، نشوفه كده مع بعض على الشاشة. فبيقول لي يشتمل على ثلاث محاور زي ما قال لنا هو الأستاذ سمير. ثلاث محاور دول في منهم اثنين متساويين، يعني زي ما احنا شايفين كده بنقول ان A1 بيساوي A2. وقلنا مدام في حاجات متساوية اهي، لا مدام في حاجات متساوية يبقى بسميها حرف واحد. يبقى هنا محورين متساويين، يبقى هقول A1 بيساوي A2، ولكن المحورين دول ما بيساويش المحور الثالث، لا تساوي C. وفي نفس الوقت الثلاث زوايا متساوية وفي صورة زاوية قائمة، يبقى ألفا بتساوي بيتا بتساوي جاما. نشوفهم كده على الشكل اللي معانا هنا. آدي A1 أهو بيساوي A2، يبقى محوران متساويان زي ما قال لنا الأستاذ سمير. يبقى أهو معايا A1 بيساوي A2، ولكن المحورين دول اللي هو A1 و A2 ما بيساويش الاثنين، ما بيساويش المحور الثالث، شايفينه هو أطول شوية منهم. يبقى لا يساوي C، لا تساوي C. وإن ومع وجود نفس الشرط ده ثابت لغاية دلوقتي، إن الزوايا متساوية وهي هنا في هذه الحالة تساوي 90 درجة. يبقى ده النوع الثالث من أنواع الأنظمة البلورية. نشوف النوع اللي بعد كده. النوع الرابع اللي بعد كده نخلي بالنا منه، لأنه هتلاقي فيه هنا اختلاف. أنا كنت بقول أنا بركز على ثلاث محاور، هتقولي هو في بلورة ممكن يبقى فيها أكتر من ثلاث محاور؟ آه، هنشوف دلوقتي. النظام اللي معانا دلوقتي اللي هو اسمه النظام، وضع النظام هنا السداسي. وشكل النظام السداسي عبارة عن ايه؟ ثلاث محاور زي ما اتفقنا، ثلاث محاور متساوية في الطول.
خلي بالي أفقية، يبقى في هنا شرط أساسي، ثلاث محاور طولها متساوي ووضعها أفقي، تتقاطع مع بعض، تتقاطع مع بعضها البعض. طيب أثناء ما بتتقاطع ألاقيها بتتقاطع في زوايا، وضع الزوايا هنا إيه؟ متساوية. الله، طب إيه الاختلاف هنا؟ هنفاجأ بقى بإن النظام السداسي ده مش بيحتوي على ثلاث محاور بس، لكن هو بيحتوي على ثلاث محاور زي ما قلنا متساوية، وضعها أفقي، تتقاطع مع بعضها في زوايا متساوية، وبعد كده بلاقي بقى هنا في محور رابع. وضع ايه المحور الرابع؟ يختلف في الطول، وفي نفس الوقت بلاقي هنا محور سداسي التماثل. خد بالك، يبقى هنا نقدر نقول محور سداسي التماثل. ولازم ابين نقطة مهمة جدا ما انساهاش وهنشرحها تاني بالتفصيل، ان التماثل هنا لابد ان يكون تماثل افقي. يعني ايه؟ انا عندي ثلاث محاور في النظام السداسي، الثلاث محاور دول اطوالهم قد بعض زي ما هنشوف دلوقتي في الاشكال بتاعتنا افقية، الثلاثة الافقي مع بعض اطوالهم محاورهم متساوية، بيتقاطعوا مع بعض في زوايا متساوية. طيب هنا ثلاثة افقي متداخلين مع بعض في شكل افقي، يجي من فوق بقى محور رأسي رابع، التلاتة قد بعض لكن الرابع بيختلف عنهم. علشان كده بنقول ان الشكل السداسي بيتميز بوجود محور رابع. طيب وضع التماثل هنا زي ما قلنا ان في هنا مستوى التماثل بيكون مستوى تماثل افقي، لان التلاتة واخدين الشكل الافقي. يبقى نقدر نقول ان النظام السداسي النظام بيتميز بوجود ثلاث محاور متساوية في الطول وأفقية، عشان كده التماثل أفقي، وفي نفس الوقت الثلاثة اللي قد بعض بيقطعهم محور رابع واخد الوضع الرأسي، يبقى بتشتمل على ثلاث محاور بلورية أفقية، وضع البلورات المحاور البلورية الأفقية دي متساوية في الطول، بتتقاطع مع بعضها في زوايا متساوية، بيتعامد عليهم محور رابع بيختلف عنهم في الطول، مع وجود المحور الرأسي السداسي التماثل، يبقى نقدر نقول ان مستوى التماثل هنا بيكون افقي. يبقى نقدر نقول ان في محورين ثلاث محاور قد بعض لا يتساوي مع المحور الثالث. نشوف كده الشكل ده مع بعض عشان نفسر الكلام اللي فات. ادي الشكل السداسي وادي محاور، ادي A1 و A2 و A3، التلاتة دول متساويين في الطول وهم عاملين مع بعض زوايا متساوية، هم مع بعض عاملين زوايا متساوية هنا اللي هم اهي، ادي التلات محاور وهم التلاتة ما بينهم وما بين بعض زوايا متساوية. خلاص، اما المحور الرابع اهو عادي اللي هو محور سي مختلف عنهم في الطول، هو ادي المحور الرابع اللي هو سي ده مختلف عنهم في الطول. يبقى ده هذا اللي احنا بنسميه، هذا ما نسميه الشكل الثلاثي، الشكل الثلاثي السداسي، الشكل السداسي اسف، هنا سداسي حتى بينهم هنا ست اضلاع اهو، اللي هو نتيجة أن هذا المحور سي هو عبارة عن محور تماثل سداسي. نشوف النظام اللي بعد كده من الأنظمة البلورية. النظام اللي فات اللي هو النظام السداسي، لأني عشان أفرق ما بينه وبين اللي جاي، لأن بيقطعوا محور سداسي رأسي، سداسي التماثل، تماثل هنا سداسي يعني واخد شكل السداسي. طيب الشكل اللي بعد كده او النظام اللي بعد كده اسمه النظام الثلاثي. طيب هنفرق ما بين النظام
السداسي والنظام الثلاثي بإيه؟ خد بالك نفس الفكرة ونفس التعريف، هي عبارة عن بلورة بتشتمل على ثلاث محاور بلورية أفقية. الثلاث محاور البلورية الأفقية متساوية في الطول، نفس الكلام تتقاطع مع بعضها في زوايا، وضعها ايه هنا؟ يتعامد على مستواهم، شوف بقى الفرق هنا، محور بلوري بس وضعه هنا ايه؟ ثلاثي التماثل. وخلي بالي ان لا يوجد تماثل افقي. يبقى لو ركزنا مع بعض الفرق ما بين الشكل اللي فات اللي هو السداسي والثلاثي، الاثنين تعريفهم متشابه، ثلاث محاور متساويه في الطول وافقيه تتقاطع مع الزوايا، وهي بتتقاطع مع بعضها في الزوايا المستقيم المتساويه بتتعامد على مستواهم الافقي. هنا بقى بيتعامد محور، بيتعامد عليهم مستوى افقي، محور بلوري راسي. هنا الفرق بقى ما بين اللي فات، هنا ثلاثي التماثل، ايوه، وهناك سداسي التماثل. خلي بالنا كده اهو، معلش اقراها لنا تاني يا استاذ سمير وانا هشاول عليها. شايفين محور بلوري راسي ثلاثي التماثل، ثلاثي التماثل، ولا يوجد مستوى تماثل افقي. يعني لو شفنا كده مع بعض برضو اقراها لنا استاذ سمير معانا، اللي هي اللي فاتت اللي هو السداسي، بصوا هنا، بص على الجزء محور الاخير، راسي، بصوا محور راسي سداسي التماثل، ادي السداسي، نشوف كده الثلاثي، بصوا محور راسي ثلاثي التماثل. يبقى ده الفرق ما بين الاثنين اللي قصد حضرتك تقول عليه. ونخلي بالنا المحاور هنا، عدد المحاور اربع محاور سواء كان في السداسي او في الثلاثي. طيب لو بصينا على الشكل بتاعنا اللي هو الشكل الثلاثي، هنشوفه كده مع بعض، نبص مع بعض على الشكل الثلاثي كده زي ما هيظهر قدامنا. ده قطاع رأسي اهو، ده قطاع كده بيبان شكله سداسي، لكن هو بيختلف من فوق على اساس ان هنا ده ثلاثي، محور رأسي ثلاثي التماثل، يعني ثلاثي التماثل يعني تلات اجزاء متماثلة، ادي واحد ادي اتنين ادي تلات اهي، هناك كان سداسي التماثل، فهو الاختلاف ادي الشكل السداسي اهو، بصوا واحد اتنين تلاتة والناحية التانية في تلاتة، يبقى ادي سداسي، فبيبان في القطاع ده الشكل السداسي في الرسمة، لكن هو في محور رأسي ثلاثي التماثل. يعني زي ما حضرتك وضحت الاتنين رسمتهم واحدة في القطاع اللي هو اللي بالعرض ده. لكن لو انا خدت بالي من الشكل اللي هيبدأ يظهر، لو انا خدت قطاع داخلي من جوه، هبص الاقي البلورة واخدة الشكل الثلاثي، يعني التلات اجزاء ماشيين مع بعض، لكن في الشكل السداسي هلاقي ست اجزاء او ست مناظر باينين معايا. يبقى الفرق ما بين الثلاثي والسداسي، محور رأسي سداسي التماثل ومحور رأسي ثلاثي التماثل، ده الفرق الواضح جدا ما بين الاثنين. يبقى ده الجزء اللي هو الثلاثي. احنا لو ملاحظين ان كل اللي فات ان زوايا الميل هي متساوية، الزوايا اللي ما بين المحاور متساوية، وكانت تقريبا كلها في وضع 90 درجة. طيب يعني لو شفنا كده اهو، ادي المحاور اهي، كل المحاور تقريبا في الأنظمة اللي فاتت كانت قلنا متساوية في صورة 90 درجة. طب ما تيجوا بقى نشوف لو المحور ده مال كده، مال في بعض البلورات محور واحد بيميل، وبعض البلورات التلات محاور بيميلوا، نشوف كده الفرق.
الشكل اللي بعد كده او النظام اللي بعد كده اللي هو النظام احادي الميل. يعني ايه نظام احادي الميل؟ النظام الاحادي الميل عبارة عن بلورة بتشتمل على ثلاث محاور، وضع ثلاث محاور البلورية مختلفة في الطول. في الطول يعني ايه مختلف في الطول؟ الاقي في منها محوران متعامدان وضعهم ايه، والثالث مائل عليهما. يعني ايه؟ يعني انا عندي ثلاث محاور اطوالهم مختلفه، الاقي اثنين متعامدين والثالث مايل عليهم زي ما وضح لنا الاستاذ جورج في الشكل اللي احنا شفناه. يبقى محورين او هما ثلاث محاور. هنا بقى رجعنا بقى للبلوره اللي هي الثلاثيه واخده شكل فيها ثلاث محاور. الشكل ده البلوره دي عباره عن بلوره تحتوي على ثلاث محاور فقط. ارجع كده معايا، السداسي والثلاثي كان ثلاث محاور والرابع رأسي، لكن هنا ثلاث محاور بس. وضعهم ايه في احادي الميل؟ الاقي الشكل بتاعهم الثلاث محاور دول محورين في وضع والثالث في وضع مائل عليهم، عشان كده بنقول احادي الميل. يبقى لما نيجي نعرفها مع بعض مره تانية اللي هي البلوره او الفصيله احاديه الميل، عباره عن بلوره بتحتوي على ثلاث محاور. وضع الثلاث محاور معانا هنا محورين متعامدين والثالث بيكون مائل عليه. وخلي بالي من حاجه مهمه، ان معظم المعادن بتنتمي الى هذه الفصيله اللي هي فصيله احادي الميل. يبقى معظم المعادن بياخدوا فصيله احادي الميل اللي هي ثلاث محاور، اثنين متعامدين والثالث مايل عليهم. حتى لو شفنا هنا اهو ان بنقول ان A لا يساوي B لا يساوي D، محاور بلورية كلها التلاتة مختلفة في الطول، واثنين متعامدين وواحدة مش متعامدة معاهم من الزوايا، فبنقول ان ده اسمه احادي الميل. اهو هنا المحور ده هو اللي مايل، اهو المحور ده كده اهو هو اللي مايل، وفي نفس الوقت ان المحور ده بيساوي في الطول المحور ده، يبقى المحور ده بيساوي في الطول المحور ده، لكن الاثنين دول ده وده مختلفين عن المحور الثالث الرأسي ده في الطول، يبقى محورين متساويين في الطول ولكن مختلفين في الطول مع المحور الثالث. يبقى دي اول شرط. الثاني شرط ان الزوايا هنا ما بين المحورين دول قائمة، لكن المحور ده هو واحد مايل فيهم، يعني محور واحد بس هو اللي مايل، عشان كده سميناه أحادي الميل، يعني محور واحد بس هو اللي مايل، اللي هو زي ما احنا شايفينه المحور ده. نشوف النوع الثاني من هذه الأنواع من الأنظمة البلورية. النظام الأخير اللي هو النظام، وضعه هنا بقى ثلاثي الميل. يعني ايه ثلاثي الميل؟ يعني بلاحظ هنا ان النظام ده بيشتمل على ايه؟ ثلاث محاور زي ما احنا متفقين، وضعهم الثلاث محاور دي مختلفة في الطول وغير متعامدة، يعني الزوايا بتاعتها ما بتكونش متعامدة. يعني نقدر نقول ان في عندي ثلاث محاور طولهم مختلف والميل بتاعهم الاقي الزوايا بتاعتهم غير متعامدة. يبقى معنى كده احنا خدنا احادي الميل محور بس مايل على الاثنين المتعامدين، هنا ثلاث محاور اطوالهم بتبقى مختلفة والزوايا بتكون غير متعامدة. يعني نقدر نقول ان النظام ثلاثي الميل هو النظام الاخير، بتشتمل البلورة هنا على ثلاث محاور بلورية مختلفة في الطول ووضعهم غير متعامدة،
يعني نقدر نقول ان A لا تساوي B لا تساوي C، ونفس النظام ألفا لا تساوي بيتا لا تساوي أو لا تتعامد مع بيتا ولا تتعامد مع جاما. ده اللي هو الأنظمة البلورية، وده النظام الأخير اللي معنا. يبقى ده النظام اللي هو اسمه النظام الثلاثي الميل، وحتى باين من اسمه إن التلات محاور، التلات محاور عندنا مائلة، يعني الزوايا ما بينهم مش متساوية أو غير متعامدة زي ما احنا شايفين. يبقى اهو ان A لا يساوي B لا يساوي C، وان ألفا لا تساوي بيتا لا تساوي جاما. ولو شفناها كده على الرسمة اهو شايفين حتى هنا يعني مرسومين كده ب سيكنس كده مختلف، يعني ده اتقلهم بس طوله اهو غير ده غير المنقط ده. فهنا ده معنى ان التلاتة اهم التلاتة مختلفين في الطول وغير متعامدين او الزوايا ما بينهم غير متساوية، علشان كده بنقول عليه اسمه ثلاثي الميل. عندنا كده ملاحظة هامة مع بعض كده استاذ سمير، والملاحظة دي هتخلينا نرجع للنظام الثلاثي والنظام السداسي ونشوفه مرة تانية مع بعض. ايه الملاحظة دي؟ احنا عندنا سبع فصائل بلورية او سبع انظمة بلورية زي ما اتفقنا. ليه قسمنا وعلى اساس ايه تم تقسيم الفصائل والانظمة البلورية؟ على اساس المحاور والزوايا اللي ما بينهم، محاور A وB وC والزوايا الفا وبيتا وجاما. علشان احط الزاوية في ما بين المحورين، الفا يقابلها محور A، بيتا يقابلها محور B، جاما يقابلها محور C. لما بص على المحاور هلاقي ألفا، ألاقي محور A ومحور B، يبقى الزاوية اللي ما بينهم اللي مش موجودة هتبقى جاما. رتب كده معايا الأفكار دي كلها هتلاقي نفسك قسمت بسهولة جدا المحاور. إيه بقى الملاحظة المهمة؟ إن إحنا عندنا جميع الفصائل بتحتوي على ثلاث محاور. استرجع كده وافتكر معايا، ما عدا فصيلتين، فصيلة السداسي والثلاثي. ايه فصيلة الثلاثي والسداسي؟ الفصيلتين دول هما الوحيدتين اللي بيحتوي على اربع محاور. لو رجعنا بالشكل كده بعد اذنك استاذ جورج وشفنا نشوف كده مع بعض على الشاشه، لان دي مهمه جدا، هنجيبها كده من الاول اهو، نشوف كده مع بعض على الشاشه. ادي النظام المكعبي بيقول لي هذه تشتمل هذه البلوره. ايوه لا احنا عايزين الثلاثي والسداسي لان هم دول المختلفين الوحيدين. احنا عندنا كل البلورات ثلاث محاور ما عدا السداسي والثلاثي أربع محاور. وضعهم إيه الأربع محاور؟ أدي السداسي. هلاقي السداسي البلورة زي ما واضح قدامك، ثلاث محاور بلورية أفقية متساوية في الطول، تتقاطع مع بعضها في زوايا متساوية، تتعامد عليهم بقى. هنا إيه الجملة اللي جاية؟ محور رابع. المحور ده بيختلف في الطول، يبقى معنى كده إن إذا وجد محور رابع وهنا في لا يوجد تماثل، يبقى معنى كده في تماثل افقي، يبقى معنى كده ان دي بلوره ذات الشكل السداسي. ادي الرسمه، ادي الثلاث محاور اهم، ادي A1 و A2 A3 اللي هما متساويين، وادي المحور الرابع اللي هو مختلف عنهم في الطول اهو. تمام. النظام الثلاثي نفس الكلام، لكن بيختلف في ان ده محور بلوري رأسي ثلاثي التماثل. يبقى جميع الفصائل ثلاث محاور ما عدا الثلاثي والسداسي. في ملاحظة هنا تاني، ايه الفرق بقى ما بين السداسي والثلاثي؟ بلاقي السداسي محور سداسي، الثلاثي محور ثلاثي، لكن الفرق هنا اني المستوى اللي هو مستوى التماثل الأفقي ده موجود في النظام السداسي. يبقى إذا وجد مستوى تماثل أفقي يبقى ده سداسي. لا يوجد مستوى أو لا يوجد تماثل أفقي
يبقى على طول ده اللي هو النظام الثلاثي. لو رجعنا كده مع بعض كده بسرعة الأنظمة اللي فاتت نشوفها كده مع بعض. النظام المكعبي قلنا أهو ثلاث محاور بلورية متساوية في الطول ومتعمدة الزوايا، وأدي الشكل ثلاث محاور متساوية في الطول ومتعمدة الزوايا. الشكل الثاني النظام المعيني القائم، تشتمل البلورة على ثلاث محاور بلورية مختلفة في الطول ومتعمدة الزوايا، أدي أهي مختلفة في الطول لكن الزوايا ما زالت متعامدة. النظام الرباعي ثلاث محاور بلورية متعامدة لسه، محوران منهم متساويان والثالث مختلف في الطول، ادي المحوران المتساويان ادي A1 و A2 متساويين وادي الثالث مختلف عنهم في الطول وما زلنا قائمة. السداسي لما لسه شايفينه دلوقتي ثلاث محاور بلورية ومحور رابع سداسي التماثل، اهو ثلاث محاور بلورية A1 و A2 و A3 وادي المحور بتاعه. والنظام الثلاثي اهو برضو ان المحاور بتاعته ثلاث محاور برضو ومعاهم نظام محور رابع ثلاثي التماثل اهو. وبعدين احادي الميل ثلاث محاور مختلفة في الطول، محوران منهم متعمدان والثالث مائل، هنا الثلاث محاور اللي هو ثلاثي الميل كلهم مائلين، ثلاث محاور مائل. بكده أعزائي الطلبة والطالبات شفنا الأشكال المختلفة للأنظمة البلورية وعلى أي أساس قسمت هذه الأنظمة. بنشكر الأستاذ سمير فؤاد على وجوده معنا. بنشكركم أعزائي الطلبة والطالبات، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامجكم مدرسة على الهواء ودرس جديد من دروس الجيولوجيا. شكراً.